مرحبا بكم. درسنا اليوم نتطرق فيه إلى مكون الإملاء، الوحدة الخامسة، الأسبوع الأول. عنوان درسنا هو تنوين الأسماء المقصورة. قبل التطرق إلى درسنا الجديد، نتعرف أولا عن الأسماء المقصورة. ما هي الأسماء المقصورة؟ كما نعرف، الأسماء المقصورة هي التي تنتهي بألف، ألف مقصورة أو ألف ممدودة، وكأمثلة على ذلك مستشفى، مصطفى، عصا، هدى، سلوى، إلى غير ذلك من الأسماء المقصورة. إذن الأسماء المقصورة هي أسماء تنتهي بألف. ننتقل لدرس اليوم ونبدأ بقراءة الجمل التالية: شرب الفتى ماء ملوثا فدخل المستشفى للعلاج. الجملة الثانية: شرب فتى ماء ملوثا فدخل مستشفى للعلاج. إذن الأسماء المقصورة في الجملة الأولى هي الفتى، المستشفى، وفي الجملة الثانية فتى، مستشفى. إذن نلاحظ أن الاسمين في الجملة الأولى معرفين، يعني يبتدئان بأل، بينما في الجملة الثانية حذفنا أل، وعندما حذفنا أل وضعنا التنوين فتى، مستشفى. إذن أستنتج، ماذا أستنتج؟ أستنتج أن الفتى هذا اسم مقصور غير منون، بينما فتى هذا اسم مقصور منون. كذلك نفس الشيء، المستشفى اسم مقصور غير منون، مستشفى اسم مقصور منون. ننتقل الآن إلى التمارين التطبيقية. بعد أن تعرفنا على الاسم المنون والاسم غير المنون، ننتقل إلى بعض التمارين التطبيقية. التمرين الأول: أطبق، أنقل على الألواح وأكتب التنوين بالأحمر. نقرأ الجملة ثم نضع التنوين في الاسم المقصور. أين هو الاسم المقصور؟ أكتب التنوين بالأحمر. التمرين الثاني: أضيف التنوين إلى كل كلمة، مثل الهدى هدى. التقويم: أحول الاسم المقصور غير المنون إلى اسم منون. الجملة الأولى: حرس الحارس المرمى. الجملة الثانية: رأيت الأفعى تدخل المرعى. الجملة الثالثة: ينظف الكناس المجرى من الأزبال. إذن أبحث عن الأسماء المقصورة في الجمل ثم أحولها إلى أسماء مقصورة منونة. بعد قليل سننتقل إلى التصحيح. إذن بعد أن أنجزتم التمارين، ننتقل الآن إلى التصحيح الجماعي لهذه التمارين. التمرين الأول: أطبق، أنقل على الألواح وأكتب التنوين بالأحمر. إذن أين هو الاسم المقصور؟ فتن في الجملة الأولى، وقرن في الجملة الأولى كذلك، فتن قرن. إذن التنوين كما تلاحظون مكتوب بالأزرق هنا. التمرين الثاني: أضيف التنوين إلى كل كلمة، مثل الهدى هدى، المرعى مرعا، المرمى مرما، المصطفى مصطفا، العصا عصا. أتمنى أن تكون إجاباتكم كلها صحيحة وقد فهمتم الدرس. وننتقل الآن إلى التصحيح الجماعي للتمرين التقويمي. التمرين يقول: أحول الاسم المقصور غير المنون إلى اسم منون. الجملة الأولى: حرس الحارس المرمى. أين هو الاسم المقصور؟ المرمى هذا هو الاسم المقصور لأنه ينتهي بألف، إذن نقول حرس الحارس مرمى. الجملة الثانية: رأيت الأفعى تدخل المرعى. إذن نلاحظ أن في هذه الجملة يوجد اسمان مقصوران ينتهيان بالألف، أين هما؟ الاسم الأول هو الأفعى ينتهي بألف مقصورة، الاسم الثاني المرعى كذلك ألف مقصورة. إذن الجواب نقول رأيت أفعى تدخل مرعى. الجملة الثالثة: ينظف الكناس المجرى من الأزبال. إذن أين هو الاسم المقصور في هذه الجملة؟ الاسم المقصور هو المجرى. لماذا؟ لأنه ينتهي بألف مقصورة، إذن نقول أن هذا الاسم اسم مقصور. إذن الجواب يكون على الشكل التالي: ينظف الكناس مجرى من الأزبال.
شكرا لكم وإلى اللقاء. شكرا للمتابعة وحسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة.